راس مالي معك دكتور محمد بن مريم المختص في الجهاز الهضمي والكبد. برباط صباح الخير. اهلا وسهلا. مرحبا. صباح الخير. كل شيء بخير مزيان دكتور؟ الحمد لله بارك الله فيك. قولي يا مدام انه سير عمل الجهاز الهضمي عند المغاربة بخير فانا بخير ياك دكتور بن مريم. الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. من بين المشاكل او من بين الظواهر الصحية المؤلمة هو سرطان القولون دكتور بن مريم. علاجه يسهل عندما يتم تشخيصه في أول مراحله دكتور بن مريم. نعم. شنو هو هذا سرطان القولون؟ نتكلموا عليه ونعطيو تفاصيل أكثر للمستمع الكريم. شنو الأعراض ديالو والأسباب ديالو؟ ندوزوا بإذن الله للوقاية والعلاج. تفضل دكتور. سرطان القولون هو سرطان منتشر في المغرب. هو ثالث سرطان بعد سرطان الرئة عند الرجل وسرطان ثانية عند المرأة. تماما. سنويا كنشخصوا في المغرب حوالي 2400 حالة ديال سرطان القولون وسرطان المستقيم ديال الريكتوم. الأسباب اللي كدير هذا السرطان هي أسباب متنوعة جدا. اللي كنمكن نديروها في ثلاثة ديال الحالات. كاين هناك حالات اللي كترتفع فيها نسبة إصابة السرطان بطريقة متوسطة. لما بينها كاين سن الانسان مادام كانت الانسان كيزيد في السن ديالو مادام نسبه السرطان كتزاد حيت في اغلبيه الحالات كتشوفها في المغرب كتجي بعد 45 او 50 سنه. كاين نمط العيش الانسان اللي هو عامل كثير حيث الناس اللي كيتناولوا اللحوم الحمراء بكثيره والدسمه هذا عامل معروف عالميا. نعم. حيث ان بحال دابا الا خدينا الدول اللي كتناول اللحوم الحمراء كثيره بحال امريكا الشماليه ولا اوروبا الغربيه وقارناها مع بعض الدول الاسيويه اللي ما تاكلوش اللحوم كاين فرق كبير بالنسبه لهذا المرض. نعم دكتور. نعم. والناس اللي النمط ديال التغذيه كي عنده واحد الدور كبير بجد. علاش خصنا نتجنبوا هذوك الوجبات السريعه؟ ايوا. وكاين هناك عامل اخر ديال التغذيه هو الناس اللي ما كياكلوش الياف بزاف. أيه. والخضار والفواكه. أيه. الالياف كتحمي من سرطان القولون. نعم نعم. هناك عوامل اخرى كشرب الكحول. ايوا. الكحول تؤدي التدخين. الخمول، الناس اللي ما كديرش الرياضه، اللي ما كتقراش الرياضه البدنيه. نعم ناعسه. كسولة. كسولة. نعم. هناك السمنة. الناس اللي عندهم السمنة عندهم كتأدي لمرض القولون سرطان القولون أكثر من الناس اللي ضعاف هادشي معروف. كاين واحد الفئة أخرى ديال الناس اللي عندهم سرطان القولون كيمسهم بطريقة أكثر من هاد الفئة اللي قلت دابا. شكون هما؟ هما الناس اللي عندهم إما فرد من العائلة عنده سرطان ديال القولون أو لا عندهم دي بوليب. دي بوليب أو كتكون في الأغلبية الصحيحة ديال سرطان القولون هي بهذا لي بوليب اللي هي في الأول كتكون أورام حميدة ماشي سرطان كتكون صغيرة ومن كتكبر وكتفوت واحد سنتيم كتقدر تولي سرطان. كيكون اما الانسان اما كتكون عند الوالد ديالو او الوالده ولا خوه او اخته عندهم دي بوليب او لا سرطان في القولون. هاد الناس كترتفع عندهم اكثر من الفئه الاولى اصابه سرطان القولون. وكاين في هاد الفئه نقدروا ندخلوا الناس اللي عندهم اللي متبعين على مرض التهاب القولون المزمن معروف اما لا مالادي دو كرون ولا لا ريكتوكوليت ايموراجيك. هذا جود لجود ديال الامراض بعد 10 سنين 15 سنه كترتفع فيهم بطريقه الاصابه. نعم كترتفع. طيب. وكاين واحد الفئه اخرى اللي كترتفع فيها نسبه الاصابه بطريقه كثيره جدا هي حالات وراثيه. نعم. اللي ولكن ما كتسببش الحمد لله ما كتسببش واحد ماشي كثيره كيقل من 5% الناس اللي عندهم هذه الحالات اللي كتسمى ما بينهم كاين لا بوليبوز ريكتوكوليك فاميليال او لا لو سيندروم دو ليش. هاد الناس كيتصابوا في واحد سن مبكر كيقدر يجيو لك سرطان القولون في
30 سنه او 35 او 40 سنه، وشخصيا انا شفتها حتى في 25 سنه. نعم نعم. طيب دكتور بن مريم، شنو كيبان يعني كاعراض على الناس اللي كتبداها ولا كيبداها هذا المرض؟ الله يحضر السلامه دكتور، شنو كيبان عليهم؟ شنو كيحسوا؟ مع الاسف مع الاسف ما كاينش اعراض الكورونا، ما كاينش عرض من الاعراض كيقولوا هذا راه عندك سرطان. نعم. الاول ملي كيكون الورم صغير نعم ما كيعطيه حتى شي اعراض، كينعس لانه كاين في واحد في الخرون اللي كبير واسع، كيكون ورم صغير ما كيحس الانسان بوالو. اللي كيمكن يوقع له نزيف، يوقع له الدم، كيلاحظ الانسان انه كاين الدم في البراز ديالو. نعم. خاصه اذا كان هذا الدم كيكون في وسط البراز او في الجانب ديالو. نعم. انا ما تنقولش اي انسان عنده الدم في البراز عنده سرطان القولون، لا. لا. الدم في البراز كيمكن ينتج على البواسير، كيمكن على التهاب في القولون او الحالات اخرى اللي قلت ناكد عليه. اي انسان لاحظ ان عنده الدم في البراز ديالو يمشي يشوف الطبيب ديالو، اللي غيدير له فحص سريري ويقدر يدير له فحص المنظار باش يثبت من جاي هذا الدم. نعم دكتور. بعض الحالات يكون هذا الدم ما كيتشاف حتى بالعين المجرده، كيدي الى نقص الحديد في جلد الانسان والى فقر الدم. في هذه الحالة هو تيخص الانسان بالشيش وفي الطبيب ديالو. الاعراض الاخرى كتجي في واحد من كيكبر شويه هذا الورم، كيكون هناك الم في البطن وتشنجات، ولا تيكون الانسان عنده اسهال او قبط ما كيتفرغش مزيان، كيحس براسو واخا كيمشي يتفرغ ما كيتفرغش، ديما عنده كرشو من فوق ما كيتفرغش مزيان. وفي حالة اخرى كنلقاو الانسان كيضعف كينقص الوزن ديالو، هاد حالات متقدمة. نعم. وحالات أخرى اللي كنشوفها مازال مع الأسف كيوقع انغلاق تام في قرود الإنسان أو ثقب فيه، هذه حالات مستعجلة وكتدعي لعملية جراحية مستعجلة. هنا في التشخيص ديالكم دكتور بن مريم، يعني كيفاش كتحاولوا أنكم توصلوا فعلا للمرض سرطان القولون دكتور محمد؟ تشخيص سريري محتاج لتحاليل مجهريه، محتاج مجموعه مثلا من المراحل دكتور اللي كتحاولوا لكم تقربوا اكثر من هذا المرض؟ اييه كاين هناك التشخيص كيتم عن طريق المنظار، كنديرو عند انسان هو مخدر وكنشوفو نشوفوا القولون ديالو كامل وكحيدوا منه عينه اللي فصح الفحص التشريحي. الناس اللي عندها هاد الاعراض كيخصها دير ضروري نبدا فحص بالمنظار. نعم. في مراحله الاولى يعني كيسهل العلاج ديالو دكتور بن بريام؟ بحال جميع السرطانات في المراحل الاولى اذا كان عاد قص القولون كيكون الانسان يتعالج 100%. طيب دكتور محمد بن مريم المختص في امراض الجهاز الهضمي والكبد، غدا سنواصل معك في نفس الموضوع ومواضيع اخرى تخص مشاكل الجهاز الهضمي. خليناك على خير دكتور بن مريم، الى اللقاء.